المنير في النشاط العلمي للسنة الرابعة ابتدائية، الوحدة الأولى. إذا اليوم عندنا الحصة السادسة، تحول الزهرة إلى ثمرة. إذا ننتقل لصفحة 18 من كتاب النشاط العلمي للسنة الرابعة ابتدائي. إذا هدف هذه الحصة أن يفسر المتعلم مراحل تحول الزهرة إلى ثمرة. إذا حنا في السنوات السابقة، خاصة في السنة الثالثة ابتدائي، كنا تعرفنا على ما يسمى بدورة حياة النبات. فالنبات يمر، يعني عندما تسقط البذرة في التربة، يعني تتحول إلى نبتة صغيرة، حيث تنمو الجذور وتنمو الساق، وتبدأ النبتة لتتحول إلى نبتة صغيرة، ثم بعد ذلك إلى نبتة بالغة، حيث تنمو الساق وبعد ذلك إذا كان نتحدث عن نبات زهري، لأن احنا صنفنا النباتات إلى زهرية وإلى نباتات لا زهرية، فاليوم نتحدث عن نبات زهري. إذا عندما تصبح النبتة بالغة، يعني تنمو تنتج الزهرة، والزهرة تنتج الثمرة، والثمرة بداخلها بذرة، ثم بعد ذلك نعود من جديد، ثم البذرة تسقط في التربة وهكذا، أو يتم زراعتها في التربة. إذا هذا يسمى دورة حياة النبات. إذا اليوم ألاحظ وأتساءل، تنتج النباتات الزهرية. إذا نتحدث اليوم عن النباتات الزهرية، لأن هناك نباتات لا زهرية، مثل مثلا نبات السرخس، فهو نبات لا ينتج الزهور ولا ينتج الثمار. إذا ماذا تنتج النباتات الزهرية؟ ثمارا. إذا هذه الثمار تنتج على مستوى الزهرة. إذا هنا في الصورة نلاحظ مكونات الزهرة. إذا هذه الثمرة، والثمرة كما قلنا بداخلها بذرة. عندما تنمو الثمرة وتتحول البذرة وتتحول إلى نبتة، تعطينا زهرة. والزهرة غالبا من مكوناتها هناك الأوراق التويجية، هناك المدقة، إذا هذه هي المدقة، وهناك حبوب اللقاح. إذا هنا اليوم غادي نشوفوا شكون هي يعني العناصر المسؤولة عن إنتاج الثمرة. كيف يتم إنتاج الثمرة؟ إذا السؤال اللي غادي نطرحه اليوم، ما هي أجزاء الزهرة؟ إذا ما هي أجزاء الزهرة؟ هذا من جهة. وكيف تتحول هذه الزهرة؟ وكيف تتحول إلى ثمر؟ إذا من بين الافتراضات اللي نقدروا نفترضوها فيما يخص أجزاء الزهرة، أجزاء الزهرة فهي موضحة في الصورة. عندنا الأوراق التويجية، وعندنا الأسدية، وهذه الأسدية بها حبوب اللقاح، وعندنا المدقة. هذه العناصر الأساسية اللي غادي نتكلموا عليها اليوم، هذا فيما يخص أجزاء الزهرة. فيما يخص كيف تتحول الزهرة إلى ثمرة، فالزهرة تتحول إلى ثمرة، سنفترض الافتراض التالي. إذا غادي نقولوا تحرر الأسدية. ماذا تحرر؟ تحرر حبوب اللقاح، لأن الأسدية بها حبوب اللقاح. وعندما تسقط هذه الحبوب، حبوب اللقاح، على المدقة، فيتم إنتاج إذن وتسقط على المدقة التي تتحول إلى ثمر. إذن هذا هو الافتراض الذي سنفترضه اليوم. إذن نتأكدوا من خلال الإنجاز، غادي نجزو واحد التجربة ونشوف واش فعلا هذا الشيء اللي قلنا صحيح أم غيره صحيح. إذا نحن قلنا ربما. إذا أنجز التجربة لمعرفة كيف تتحول الزهرة إلى ثمرة. ألاحظ زهرتين لنبات الجلبان في حالتين. إذا عندنا الحالة الأولى، يعني هذه الزهرة يعني زهرة كاملة، ما حيدنا لها حتى شي حاجة، خليناها
بالعناصر والأجزاء نتاعها، بأوراقها التوجية وبأسديتها وبحبوب اللقاح والمدقة، فأنتج لنا ثمرة كما تنتجها يعني دائما. ولكن في الحالة الثانية تمت إزالة الأسدية، يعني خذينا الأسدية هذه وقطعناها، هذه الأسدية قطعناها، هذا من جهة. وتغطية المدقة، خذينا هذه المدقة هذه هذه المدقة ودرنا لها واحد الغطاء. لماذا الغطاء؟ هنا غادي نستحضر واحد المسألة، لماذا لم نكتفي بإزالة الأسدية واحتفظنا وبلا ما نغطيو المدقة؟ إذا هنا يجب هنا علاش درنا هكا، لأن ربما غادي تجي واحد النحلة وغادي تاخد وغتجيب حبوب اللقاح تجيبها من زهرة أخرى، وغادي تقيس المدقة، وحينئذ تتم تحويل هذه المدقة إلى ثمرة. إذا وبالتالي فباش نضمنوا أن حبوب اللقاح ما توصلش للمدقة، غطينا المدقة وحذفنا حبوب اللقاح القريبة. وحتى إلا جات حبوب اللقاح سواء بالرياح سواء بالنحلة، نحن كنعرف بأن النحل يعني هو من العناصر التي تساهم في نقل حبوب اللقاح بين الأزهار. إذن هنايا لكي لا يمنع وصول حبوب اللقاح، إذن هنا الهدف ديالنا في هذه التجربة ما خصش حبوب اللقاح يوصلوا للمدقة، لكي نتأكد فعلا بأن المسؤول الأول عن تحول الزهرة إلى ثمرة هو المدقة عندما تلتقي بحبوب اللقاح. إذن السؤال الألف، أقارن نتيجة الحالة الأولى بالحالة الثانية. إذن في الحالة الأولى، إذن الحالة الأولى ماذا وقع؟ تحولت الزهرة إلى ثمرة، بينما في الحالة الثانية لم تتحول الزهرة إلى ثمرة. إذن هذا الشيء اللي لاحظناه. إذن أحدد جزء الزهرة الذي يتحول إلى ثمرة. إذن الجزء الذي يتحول إلى ثمرة هو المدقة، ولكن بحضور حبوب اللقاح. إذن الجزء الذي يتحول إلى ثمرة هو حبوب اللقاح. حبوب اللقاح. إذن السؤال جيم، لماذا لم تتحول الزهرة إلى ثمرة في الحالة الثانية؟ إذن لماذا لم تتحول الزهرة إلى ثمرة في الحالة الثانية؟ بسبب إزالة حبوب اللقاح أو الأسدية وتغطية المدقة. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى أن هذه الزهرة لم تتحول إلى ثمر. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الأسدية لها دور أساسي في تحول المدقة إلى ثمرة، والثمرة تحتوي على بذرة بطبيعة. إذن هذا هو الموضوع ديال اليوم. إذن الأسدية لها أهمية قصوى. إذن هذا بطبيعة الحال في جميع الأزهار التي يعني كل النباتات التي تزهر.
ثالثا تعلمات الجديدة. تحرر الأسدية. ماذا تحرر الأسدية؟ الأسدية تحرر حبوب اللقاح، حبوب اللقاح التي تصل إلى المدقة عن طريق ماذا؟ عن طريق الرياح أو الحشرات، مثلا النحلة كما قلنا أو الرياح، فتتحول إلى ثمرة، وتتحول البويضات إلى بذور. إذن هنايا هنا غادي نشوفوا بأن واحد الزهرة مثلا ما وصلتهاش حبوب اللقاح، فما غاديش تحول. داكشي علاش دابا المنتوج الزراعي مثلا ديال الجلبان، يعني الظروف، يعني ربما الى ما وصلتش. وهذا شوف سبحان الله العظيم، الله تعالى عندما خلق الحشرات، فالحشرات لها دور مهم في في في, في تساهم في المحصول الزراعي، ونحن لا نعلم هذا. يعني كتساهم في ان الانسان، يعني فالله تعالى لم يخلق شيئا عبثا، كل شيء خلق فهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هنا ننتقل للسؤال الرابع. استمر تعلماتي تمثل الصورة مراحل تحول زهرة الكرز إلى ثمرة، أرتب مراحل تكون ثمرة الكرز بوضع الأرقام من 1 إلى 3. إذن هنا بطبيعة الحال المرحلة الأولى هي هذه، عندما تكون الزهرة، لاحظوا الأوراق التويجية والأسدية والمدقة، إذن هذه المرحلة الأولى في نظري أنا. المرحلة الثانية حيث تدبل الأوراق التويجية والأسدية، تكون قد لعبت دورها، وحيث أنها يعني تم نقلها إلى المدقة، وتبدأ بعد ذلك الثمرة تتكون. إذن هذه المرحلة الثانية، وفي النهاية تتكون حبة الكرز. إذن هذا على مستوى زهرة واحدة. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول تحول الزهرة إلى ثمر، من كتاب النشاط العلمي للسنة الرابعة ابتدائي الوحدة الأولى.